يجب أن تعلم يا حسن أن شهر رمضان المبارك هو شهر العمل والاجتهاد وليس شهر للنوم والتكاسل. وعندما تتذكر الجوع يجب أن تشغل بالك في أمور أخرى مثل الذكر وقراءة القرآن والاستغفار حتى يعينك الله على تحمل الجوع والعطش. هل تعلم يا يوسف أن المحافظة على الفروض الخمس والدوام على صلاة التراويح وصلاة الليل وصلاة الجماعة ولو ركعتين فقط، إكثار من الصلاة على النبي، عدم نسيان الزكاة المفروضة، على المسلم أن يتصدق ولو بقليل، فالكلمة الطيبة صدقة.